شريت حوت ولا ما شريتش؟ ما شريتش يا قدامكم، ما خذيت حتى شيء من الغلاء، ما خذيت حتى شيء. انا صور في 200 الف في الشهر، نحيل الماء والضوء وخلاص بلدي يا شيخ عدلي. انا ناخذ في كل شهر ناخذ في 70 الف دواء، 70 الف دواء عندي التصيو، عندي الشحن في الدم. في مرشي الحوت تتفرج ولا شنو؟ انت دور مقبله الدور. انا من بكري الدور، وكريتوني ملي انتم هنا وانا الدور، ما خذيت حتى شيء من الغلاء. ما نقدرش، ما نقدرش باش ناخذ، ما نقدرش. شو الغلاء متوج يا خويا، وين بيه؟ وين ماشي نعملوا؟ احنا قاعدين نموت وعيننا تغزر، قاعدين نموت واحنا نغزر. اللحم ب 30 الف، جي الحوت او تشوف قدامكم سوق الحوت كيف انا، واش ماشي داخل، واش ماشي شيء يا خويا. الحوت بالدينار 13، فما ناس ما عادش نجم تشري، فما ناس ما عادش نجم تشري. فهمك حاجه، انا سوق الحوت ريتو ولا بدينار تتعشى، دينار تتعشى، تحب ب 100 الف تتعشى. سوق الحوت رحمه، هذا اللعبه دراو رحمه، لا رحمه. الكيلو سردينه بدينار، اجي نوريك، ثم مخلط بدينار، وثم اللي يحب ياخو مثلا ب 100 150 الف ياخو روح. منين تحب تتعشى؟ ساعات الصبر يوصلنا نبيعو زوز كيلو بدينار ونقرقوا بهم، يقول لك لا ما نحبش. راهو سوق الحوت رحمه، للتو رحمه، وريتها بابي جيب لي رحمه. احنا انا واحد من الناس نحب ناكل صحفه لبلبي بدينار ناكلها، نعمل صحفه حساب 500 ناكلها، نحب نعمل كسكروت وكابا فرماج ناكل 500 نتعشى. اما ثم عباد تحب تاخو حاجه سمحه وتحب رخيصه، وعباد قاعده تموت في البحر، وعباد قاعده تدفع في مزوط، وعباد كذا، يعلم بهم ربي العباد. احنا ماذا بينا نبيعوا الحاجه ب 200 فرنك باش احنا نكملوا بكري والعباد تتعشى والناس كلهم رجله. اما يكذب عليك يقول لك السوق الحوت الغلا، ما ثماش غلا، ب 5000 تعبي مرقتك وتروح. كل قدير وقدره. ب 5000 نعطيك ابسط الحوايج، جاي تاخذ طرفين حمام، طرفين حمام ب 3000 يشدوك عشاء وفطور، تعمل منهم الكفته، وتعمل منهم لا اله الا الله محمد رسول الله المكرونه، وتعمل منهم الشكشوكه، وتعمل منهم اللي تحب. انت قد 200 حمام فهمت؟ ما قيت اللي يتكلم هكا كل بس عليه، بغير محاوله، بغير حد شيء، بغير نقاش. احنا نحسوا، احنا نحسوا، احنا قاعدين نحسوا. اما هما لا بس عليهم يتكلم هكا، قال لك بلي تحب تعشى بدينار، ما ثم منه حد شيء. اجي نفهمك، انا عايش في الكرا، انا نخدم في سوق الحوت، عندي 30 ساعه عايش في الكرا. السيد هذا كان التبوت وتقع عنده 7 8 اراضي، الارض مزمره تعمل 200 مليون وبحنا بعضنا. تو بحنا بعضنا، اجا انا عايش في الكرا، انا نخدم عندي 30 سنه في سوق الحوت وعايش في الكرا. السيد هذا عنده 7 ولا 8 قدامي، اقل قدمه تعمل 200 300 مليون. يا بابا هاو عندك انت 8 قدامي، اقل واحده 200 مليون. يرحم ابي هيتم، هاو نمشيو هيتم، لا هاي نمشيو، هاو مع بعض. هاي سيدي، هاو قدام الرجال، لا نمشيو، لا لا نمشيو مع بعضنا القباضة ونجدو. نمشي القباضة، ما قال عندي قدامي، قال عندي ما نحبش القلب، انا حب الصداقة، حب الصداقة. اما هو كي لبس عليه يتكلم هكا، حبوا نمشيو مع بعض. قداش كافر مخلط انت؟ مخلط ب 2000، تفضل مخلط بقى عليك في تقوى الله تخاف من ربي. هات 2000 جيب لك زوز كيلو سردينة، هات 2000 جيب لك زوز كيلو، والله ب 2000 هات 4000 تو جيب لك زوز كيلو مخلط. هات تتكلموا وتتحابوا وتتكلم في برا، ما قلت العباد احنا باب الجيب لي منا، احنا باب الجيب لي متنا. يدخلوا لنا ما عادش يدخلوا، ولا يمشوا للبراش ياخذوا القهوه وياخذوا الكعبه اللي حاجته بها وياخذوا كذا. اما احنا لا، احنا ديما مع الزوله، احنا ديما مع الزوله. صورهم في بالك اللي حب ياخذ مرقب 100 150 ما عايزين لنا، متنا احنا، متنا احنا، متنا. الوراثه ناخذوا فيها ب 12000 نبيعوا فيها ب 10000 ومع الفورنيسير اقسم بالله مبلعين. انا واحد من الناس مبلع في 11 مليون نتاع الوراثه. الله غالب، ما ثماش، متنا متنا، ما عادش نجمو نخدمو. انت تو امشي البرج نتاع حي النور وتفرج لك وامن والعباد واللي خلق ربي، وعباد تفرز وتهز. انا الشوابي والله العظيم اقسم بالله العلي العظيم ب 6000 وب 5000 يبيع فيها وفي البقعه هذه تو عاد كبير دري جوج صور ب 5000 الشوابي او شورو ب 4000 يقول لك الغلا. شنو الغلا؟ هاي يا خويا ب 4000 خذا وكيل، هاي
هاي سيدي اي اه شور واعمل له الثلج واحد ب 4000 فرنك هذاك الشور العزيز ها تفضل يا سيدي ها تفضل يا اخوي هاي يا اخوي تفضل ها ب 4000 هاي حق حكة صحيح ولا اما تقول لي الغلا ابويا مش غلا احنا نعرفوا بعضنا وعندنا شي 40 سنه يرحم محمد يا دي الحمد لله راهو عايشين لاباس على غيرنا عايشين لاباس والحمد لله نمشي للقوانا اذا عندي 350 متر يسكنوا فيها ثلاثة مني 350 متر انا عندي 30 سنه نقسم بالله كاري هذا كاري الناس تو صحيح عنده سبعة قدم تراب صحيح صحيح ما لموش صحيح نعرف انا نعرفه انا عندي 30 سنه ونعرفهم واحد واحد هيك من حياة ابويا الله يرحمه انا ابن على جد يقضي في مرقته العزيزة والغالية صحيح ولا محمد آه. بيني وبين الله يرحم بوس تو نعرفوا بعضنا احنا ترى لازم نعملوا هكا احنا يعلم بينا يا ربي احنا متر ومتر ما لقيناش باش نخلصوا ب 60000 احنا ب 60000 خلينا نتكلمك انا متر ب 60000 كارينو كان لنا في العام 120000 وندفعوا فيه ولا في الشر ولا 60000 ما لقيناش باش ندفعوا على خاطر ما ذماش وفات قداش ناخذوا احنا ناخذوا المخلط السيد هذا ياخذوا ب 3000 زيد شويه ما تبعلوش يدور عليا الفيل تصور انه السياسه الغالطه توصل المشاكل هذه كل بينك وبين الفورنيسور بينك وبين الوكيل بين الوكيل والبياع فما حاجه فما حاجه غالطه فما حاجه مفقود شو هو الغالط في هذا كل علاش الناس كل تشكي تب انت تشكي فورنيسور يشكي السيد يشكي ما ثم حد شيء غلط في عهد من علي لا واحد قال انا زوالي ولا ظهره الناس كل تاكل وتشرب ومراوضها تو كي جات الثورة الناس الكل زواولة، الناس الكل ما عندهاش، الناس الكل كذا، وراهو كل أفلام. أنت كان غدوة حي، ثم مثلا راس عام، تو تلقى العباد قط وواحد وفلوس تقول هذه منين تجبدت. وقت يجي قدام إذاعة وتلفزة وقدام عباد، يا ما عندناش. في احنا زواولة، الناس كل ولاد زواولة. عايشين الحمد لله. بوروبول احنا على غيرنا. كي ترى سوريا وترى كذا، يا ربي مالك الحمد. في نعمة. بالامن والامان ثم السلام يا صاحبي عايشين لاباس علينا يكذب عليك يقول لك بس علينا والحمد لله يا ربي الحمد لله ونقول لك حاجه قول الحمد لله ديما نحمد انا الحمد لله يرحم بوك الحمد لله في العمر هذا ديما نحمد ايدي ربي انا راهو 77 انا 77 سنه راني انا 77 سنه تحب ترى البطاقه شوفها بقينا ملي انا نخدم كيما نقولوا احنا قلوا الكيلو ب 5000 يقول لك حتى نعمل دوره ونهار لي كيما نقولوا احنا الشيء يقل يلقاه ب 10000 بضربوني في عاود كيلو ياخذ في زوز كيلو وقت الشيء يكثر معناتها ربي يعطينا خيره نعرف صواب سقينا تفضل قداش ب 5000 لا اعطيني رطي يزي ونهار الشيء ما ذماش ويقول لي يلقاه ب 10000 ولا ب 15000 ياخذ بزوز كيلو انا واحد من الناس جاتني مليون و300 اربع تريمستات نتاع ضو مشيت لهم نشكر فضلك وفضلهم قلت لهم راني ما عنديش هذا 300 وقسمهم لي قال لي تفضل وفرحوا بيا لان البلاد راهي بسلام ما غير ما نقلقوا بعضنا لاباس علينا ونعيشوا كان لاباس كعبرت لك يعطيني الاراضي كعبرت لك باش نفتح عليك الفيسكود يا سيدي هكا مالك فوق المليار والله اللي يحكي تو هكا يسترفك ويغت وعندك اكثر من مليار في الدار لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله عندك 8 قدم والله الحمد لله نقبل 200000 الحمد لله شكيت ملي ريت ما فما حتى سنة طايحة ملي ريت أكيد عرفت اللي فما حاجة ربي يهديك أنا تو عمري 77 سنة والحمد لله يا رب الفتاح قال لك وجهك أحمر بالحوت أنا فهمت الموضوع أصغر لا هكا طوالي أكثر مني أنا أصغر منك ولا ها ما قيتش باش نصلحه الحوت غالي ولا رخيص الحوت برا يطلع برا رخيص أنت والطلب كي يبدا حوت رخيص ما يحبوش يشريو لا حتى نعمل دوره حتى نعمل كذا جيت تشري في الحوت اكيد اكيد به شنو اللي تبدل في الاسوام مقدره شرائيه نتاعك كيفاش اكيد تبدلت احنا نخدموا في الحاكم شهريه قاره ما فيها لا زيادات لا حتى شيء اما الدنيا غلت اما بالنسبه احنا اللي نحن السفاقسيه ابرك شويه ابرك اسعارنا ابرك شويه ابرك من لكن الحمل ثقل ياسر علينا ثقل وقت تبدا انسان يخدم وحده ما يوصلش
لا فائده به. شهريتك نحي منها الكراء والماء والضوء، باش مش تعيش 700 يعيشوك بين كراء وماء وضوء؟ ما يعيشوش. قداش تاكل الحوت؟ ها؟ قول قداش تاكل الحوت؟ الحوت ناكل انا قرقنيه ناكل الحوت، ناكل، خاطرش بالنسبه لنا احنا هنا بسفاقس مش حيتها ولايه كبيره، ارخص شيء عندنا هو الحوت. ما تجمش تقدرش على كيلو لحم 27,000 علوش ولا بقري هبره ولا، نمشيو للسردينه ونمشيو للحوايج رخيصه با بلوس. قول دور شريت ولا ما شريتش حوت؟ لا ما شريتش، انا مزمر وما ناكلوش وما نشريش، كان عطاني واحد ناكل ما عطانيش ما ناكلش. نشري طريه في الدجاج ساعات ما نشريش خلاص. البطاطا ب 2500 ما نجمش نشريها. ما نجمش، انا مزمر نهار ناكل ونهار ما ناكلش.